تغني أنا حدث كل شيء أصير كلها بعندي أنا تبي تكنولوجي عندي حجي تابعني أنا وبس سياسة بس عيارة حدي قادري يعني إيه اللمة واللمة ملتمة مجموعة لو حبيت كل شيء المعنى والكلمة الفكرة والبسمة عشان أهلك يعطيكم العافية يا شباب بنات، ردينا لكم بعد هاليومين، والله العظيم فقدناكم، ويعني اعتباره أكثر من يومين تعبنا والله، إن شاء الله الله ما يبعدنا عنكم يا رب. اليوم حلقتنا غير، اليوم موضوعنا راح أفضح الموضوع، موضوعنا قديم، اللي راح يتكلم عنه اليوم حمود جلاد إنه عايش الوضع. فقبل كل هذا أبي أبارك حق كارمن على فوزه بعرب آيدل تستاهل، ومبارك حق إخواننا المصريين على البركة. ويلا نبي يوسف عرفات ان شاء الله باكر راح يكون بالكويت باذن الله راح اروح له ما راح نخليه حمود راح فيك يوا شباب بنات حلقه اليوم الاحد ردينا لكم بعد يومين اجازه ريحنا شوي انتم ريحتوا يمكن منا على كارمن امس راح تستاهل استانه انها فازت كنت اشجعها وكذي صراحة الصوت قوي حمود صوتها قوي الكل يحترف كاظم احترف فيها الفنانة اليسا نانسي الكل الكل قال ان اصروا ان هي الصوت قوي واتوقع انا بعد شيرين هي بعد شيرين انا اشوف صوتها اي بعد شيرين نتكلم عن موضوعنا شوي نبي نتكلم عن موضوعنا شوي موضوعنا اليوم راح نتكلم عن الشغلات القديمه اللي يعني طبعا احنا ما عشنا هالوضع اللي طبعا الحلقه كلها راح نتكلم عنها منه اكبر واحد فينا منه هو حمود جلال لازم نسجل اليوم لا حمود انت عايش الوضع راح فيك حمود شو اخبارك هلا والله مساكم الله بالخير شباب بنات اليوم مثل ما ودناكم حلقه جديده من برنامج قادرك شو اكيد احنا ردينا لكم من بعد الويكند الطويل جدا يعني كان الويكند هالاسبوع هذا حد مليق حد ما له طعم ما له لون وكذي يعني لا انا قلت لها بريح بالويكند ولا امرض حمود ما تشوف شر زين وطبعا بغيت كذي اهدي اهداء جميل حلو حق اخوي فهد الدوسري واقول له مبروك ويعني منك المال ومنها العيال على حفل زفافه اللي صار امس وانا صراحه يعني اعذرني انا ما قدرت اكون متواجد وياك بالقاعه بس يعني الله يوفقك ان شاء الله ومن قادر نشوف بعد اكيد يباركون لك يا فهد الدوسري تستاهل عقبالك وانت اخونا وعزيز غالي ها عقبالك لا انا انا حاسس هاليوم انت قاعد تدور واحد والله شوف انا يعني بس. يعني شوف انا يعني على الله هذا ان شاء الله اذا في نصيب ممكن يعني اذا قلت شوفوا اذا قلت لكم يا جماعه فرح الانبياء يا جدعان انتم كلكم انتم طبعا يلا حمود تزوج جاي بنتك واخذها حمود تبي تاخذ بنتي حق منو حق ولدك؟ حقي انا حمود حقك انت لا لا شوف انت يعني انا اذا بعطيك بنتي يعني المهر ما راح يكون هلا بالمهر لا 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 واخذ منك مهر حبيبي تكفي انت رجل يا محمد رضا انا ادور ريال صراحه ما همني الفلوس كثر ما همني الرجل اللي راح يسعد بنيك حبيبي حمود والله فرموس راح تكون من نصيبك يعني هذه بنتي ريماس يعني ان شاء الله لما انا مرتي تحمل وتجيب وهذا فراح تكون بنتي اسمها ريماس اكيد احلى حبتين حق رموسه اللي للحين انا ما شفتها ولا طلعت لي مشتاق لها حمود ها مشتاق لها بنتي اخي شو ما اشتاق في احد ما يشتاق حق بنته طبعا احنا دائما عندنا احنا هني عندنا الشبح الشبح اسرار الحجي دائما تمر كذي على الشاشات اعتبرها الضيفه حمود هي ها الضيفه منو اسرار اي تفضلي مساء الله بالخير هلا والله ضيفتنا هلا اليوم هلا هلا مشكورين على الحلو الصراحه منور يا جمالك يا حلاتك تشيك تشيك خفيف الظل اسلم اي تفضلي رحمه اول شيء مساء الخير شباب مساء الخير شباب سوري على التاخير يعني بما ان انا
اي طبعا عشان اطلع لكم بصوره طولت. لا صدق والله بما ان انا بنيه بروحي فكيف اني ادلع ترى اليوم تو مساعد مكياج واسوي شعري راح يخصمون عليك 10 ايام ما يخالف خلي يخصمون علي المهم اني اطلع لكم بصوره مرتبه. مساء الخير شباب بنات كل يوم بس شيء كلام على الهواء بس بعدين بعدين اروح هناك بعدين اروح هناك الله يخليك. مساء الخير شباب بنات اليوم احد ردينا لكم من عقب هذا الويكند ان شاء الله استانسوا الكيك اللي شايفينه كلش سوري انا ناس ما دشيت علينا ان شاء الله يا جماعه ان شاء الله استانستوا بالويكند صراحه لا اوكي المشاهدين اكيد استانستوا بالويكند انت استانستي؟ اي استانست لان الجو فرق كان عن الجو الويكند اللي طاف فرق زين محمد جلاد قاعد اسعد عليك اليوم انا قاعد طبعا بس ابي ابارك حق من بعد متزوج؟ انها فازت ولو انا كان كنت اتمنى الثانيه اللي تفوز دنيا بطمه تبين الصدق شوف هم الثنتين هم الثنتين يستاهلون هم الثنتين يستاهلون بس احنا لو نبي نتحكى بعقل يعني بوجهه نظري انا انا اشوف يوسف عرفات هو الارب ايدل هذا نمبر 1 صراحه صراحه انت انا صراحه انا والله ايدك هذه اربع ايدك شوفوا كلهم العشر مشتركين صوتهم واو طبعا لازم ايدك لان ما في منه قريب نلقى منه صوت يوسف عرفات صح. يوسف عرفات يصير حق الجبلي يصير 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 زين انت زين انت شفتي شفتي امس البرنامج ولا ما شفتي؟ شفت البرنامج شفتي يوم راحوا لندن وقاعد ياخذون اراء الناس ايش قاعد تقول؟ لا هذا ما شفته قاعد يسالون منو تتوقعون اللي ياخذ عرب ايدل ايش قاعد يقولون؟ قاعد يقولون يوسف عرفات قاعد يقولون لا اللي وصل النهائي كارمن ودنيا بطمه يقول لا والله شلون كذي؟ ايه انا عندي دنيا صوتها في منه دنيا اسماء منور دنيا اسماء منور ايه دنيا بطمه صوتها صوتها كنا اسماء كارمن لكن كارمن تو عمره 17 سنه كارمن ما في صوت شوي جديد غريب عصفور طل من الشباك لا 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 وين صوتها جميل لا عصفور صوتها جميل هذيك هذيك عصفور طل من الشباك هذيك لا انت مالك شغل هذيك احساسها بسيط لكن هذه احساسها قوي لا شوفوا انا هذه تغني حق السيده ام كلثوم كارمن امس يوم غنت اول امس احنا مره استضفنا واحد يغني حق السيده ام كلثوم منو هذا؟ سيد نور هذا قال انا الوريد الشرعي وغنى نفس صوت لا لا اسمعي انا ما قاعد اقول تقلدي صوت ام كلثوم صوت ام كلثوم لا يقلد شوف هم العشره كلهم صوت ام كلثوم لا يقلد لكن انت شلون شفتي شلون حسن الشافعي هذا مال التوزيع والموزع وهذا سمعت شنو قال؟ قال الله عليك قال يا اخي انا قاعد اسمع اغنيه مو اغنيتك بس قاعد تخيلها ان هذه الاغنيه اغنيتك لان انت بصوتك بادائك طورتيها هم كلهم اليوم غنوا هم المشتركين اللي خسروا كلهم توب 10 صدق كلهم اصواتهم حلوه السعودي صوته حلو البنات صوتهم حلو يعني كل واحد تحسه جو كل واحد يخلق جو ثاني مو الثاني بس اللي انا شفت انه يستاهل انه يصير عرب ايدل يوسف عرفات وهم ترى انا حبيت صوت السعودي محمد طاهر انا اشوف انه كارمن نفس رابح صقر كذي انا كارمن ويوسف عرفات هم الاثنين انا اشوفهم انا اشوف نفس مثل ما قال حمود النهائي المفروض بين يوسف عرفات وكارمن قليل كارمن ماكو على العموم سمع على العموم يعني احنا صراحه يعني البرنامج امس كان جميل جدا بس وايد حلو البرنامج ومبروك يعني حق اللي فازوا صراحه ابدعت احلام امس يعني طول الوقت قاعدة عرفتي اللي اعطت هبوب العاصفه كانت ساكته ساكته كانت تقول تنزل لا مو كذي لا مو سالفه هذا لحظه لا شوفي هدتهم هدتهم حتى صار موضوع شفتي يوم كان راغب علامه يمكن حتى ويا نجوى كرم بالحفله اللي طافت كانوا قاعد يستفزونها يعني انه قوم يغني هي مو راضيه تغني بس امس يوم غنت اثبتت ان احلام ان انا موجوده وتراها ترى انا موجوده ترى لما بغني اغني لما بمزج امزج لما بقول اغنيه على الكويتيين والاماراتيين الاغنيه اللي عرفتها اللي اخر شيء في الاغنيه هذا اللي شايف ايه؟ نفسه لا مو هذه اللي وقف لها اللي راقب علامه اي اي لما يوم جي يوم قالت له نسى ايه ايه بيروت لا نسى لا لا الاغنيه فيها نسى ليالي بيروت عرفتها اي هذه هي وايد حلوه اي هذه هذه اغنيه طبعا الفنان الكويتي فيصل الراشد وفيصل الراشد ما شاء الله الاغنيه مالته ضربت واضطرت احلام تشتري منه الاغنيه يعني ماخذها اذن خلينا نشتري هالفاصل ونرد لكم يا جماعه واحلى حبتين بيس اريا يبا ايش فيك السالفه يلا اريا يا كيف ظريفة موضوع الحظر غلط دعوة سمعتي هذا الحظري اللي قاعد يكتر بالبر يفتر 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 قول النكتة يلا قول النكتة في نكتة بقولها محمد جلال يلا قول النكتة ها
بس لا تخصص اسامي. لا لا اي اكيد طبعا 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 الحذر ما شاء الله عليهم يعني. فواحد حضري راح مخيل نكته نكته فصفر وقاعد يحوس 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 عشان يلا واحد يقول وش براك يا ولد انت قاعد تفتر عشان يقول له ابن الحلال دور الجرس ما ضحك لا ضحك والله ما ضحك الثاني الثاني شوف الثاني لا شوف الثاني لحظه شوف الثاني لحظه شوف الثاني لحظه شوف الثاني شوف الثاني الثاني يحوس 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 عند المخيم جاي يقول له خويه جاي يقول له يا ولد انت شو تدور جاي يقول له ادور مصفط كلش مو حلوه دور نكتة جديدة عشان أضحك. زين أوكي. خلونا نقرأ الكومنتات ردينا لكم أكيد من بعد الفاصل قلنا لكم نكتتين على قولة أسمار ما تضحك. مدحتهم مدحتهم. زين إيه أكيد. أمل السبيعي مساكم وردية أحلى حديقة طبعًا أكيد هي اللي لابس الحديقة إحنا حدائق يعني إنزين أنا أسافر يعني تبي تقول أنا مسافرة أنا مسافرة الدمام فما قدرت أشوفكم فديتكم اشتقت لكم وإحنا بعد بالأكثر. عبد الإله عبد الرحمن جت أسرار سندريلا المذيعات. شو مخضرمة مساكم جوري بوجودي أخباركم حبايب قلبي ما فقدتون الأسبوع اللي طاف بلا والله فقدنا حيل احنا فقدنا كل اللي بالفيسبوك الأسبوع اللي طاف بسبب أنه كان في عندنا خلل فني ما أدري منه اللي موقف لنا استقبال الأكاونتات أو هذا عبد الإله عبد الرحمن أفا السورة مو موجودة إن شاء الله تيجي كاي السورة والله وربك كان موجود لابس حديقة اليوم عندنا روان صالح الجلات شخبارك شلونك نبغى أغنية الله يخليك أوكي إن شاء الله شو اسمه عندنا هني بس في يعني قاعد يسألونكم عن مباراة الهلال والنصر توقعون منه اليوم المباراة إيه يعني يقول مساء الخير منورين أكيد مشتقنا لكم توقعاتكم كم نتيجة الهلال والنصر كم 2-1 الهلال كم إن شاء الله النصر كم 0-0 أنا والله صراحة لا هلالي ولا نصر توقعاتك توقعاتك توقعاتي إذن ممكن سؤال شنو شرايكم باللي صار بالبحر أي بحر هذا الموضوع أي بحر الطق وطقني وطقك اللي صار بالامارات مال الامارات منتخب الكويت المائيه او شيء كذا مال سوبر جيت شوف تصير بيد ولا شنو هو ما تدري لا والله صار الظاهر انا ما ادري شنو الموضوع بس انا اللي نقشته بالقناه راي كان في مداخله وكذي بالاخبار الكويت منتخب الكويت رايح هناك في بطوله صح لحظه منتخب الكويت جسكي وهذيل ايه؟ رايحين وين رايحين الامارات عندهم بطوله هناك بس صار مو اول مره ثاني مره يعني صارت ثالث مره بس صار مشاكل اوكي صار سكاكين عصر الله 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 منتخب الكويت كلهم دخلوا الطبيب حتى بلغوا بالمقر هناك مقر الامارات يعني من فجوه المنتخب الاماراتي لا مو المنتخب المنتخب ناس عاديين مو المنتخب اللي انا اتوقع اللي قلت طقهم منتخب الكويت ما ادري ليش طقهم لانهم فازوا يعني بس شوف يعني يقول لك ثالث مره المشكله تنعاد لا 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 صار تاتش بين لاعب واحد من اللي داش بالجت بوت او السوبر جت او شيء كذي كويتي مع الاماراتي بالبحر اتوقع السالفه صارت لان امس لما سمعت بالمداخله مال خالد الفودري اتوقع اسمه نائب المركز مائي او شيء كذي قاعد يقول ان اللي سمعته لان ما سمعت من اول شيء قال ان الكويت الكويتي والاماراتي صار بينهم اتوقع كلام صارت المشاجره بس الاماراتي هو اللي بلش بالطق ودليل لانه هم اللي مثلا بلشوا بالطق اعتذرت الحكومه رسميا يعني الحكومه اعتذرت اكيد يعني اهل واخوان اكيد يعني الامارات والكويت وانا اشوف الامارات وايد ترى صدق يعني شعبها وايد مع احترام حق الكل وكلهم محترمين بس انا يعني متاكده بهالشيء لان وايد اسمع ناس لما تروح الامارات كويتيين يروحوا الامارات شلون يعني يرحبون فيهم وينون عليهم الكويتيين هذه وايد صارت فانا ما كنت مستبعده ان الامارات تعتذر رسميا بس انا عندي تشريع بس ترى صادوهم بشرح على شيء يعني مع احترامي حق الكويت يعني بس الحين انت لما المداخله صارت من الاستاذ خالد الفودري قال انا اتحمل مسؤوليتهم وهم علي وانا ما يعني انت على شنو متحمل مسؤوليتهم اذا هم رايحين من جيبهم الخاص من معاشاتهم هذا شيء يحز اوكي هذا ما له شغل بالنجره انا ادري بس لما يروح شعب كويتي جروب عيال عم وعيال خاله واخوان هم ترى ابو واحد اسمه ما ادري شنو بربيع ابو دق عبد الله بربيع ابو دق وقال لنا ترى اللي رايحين ترى هم جروب عيال اخوي وعيال اختي وولدي هم يعرفون بعض رايحين من يعني هم طبعا هم ما ذكرنا من حسابهم الخاص اي هم شباب عندهم هذه الهوايه فراحوا سووها